الله أكبر عدد ما ذكر الله ذاكر وكبر. الله أكبر عدد ما حمد الله حامد وشكر. الله أكبر ما سطع فجر الإسلام وأسفر. الله أكبر ما أقبل شهر الصيام وأدبر. الله أكبر ما فرح الصائم بتمام صيامه واستبشر. الله أكبر عدد ما تاب تائب واستغفر. الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر الطاهر المطهر. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ما أقبل صبح وأصفر وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون،
يوم عيد الفطر هو يوم التمايز لها والتميز لهذه الأمة، الأمة المحمدية. ففي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. فلا توجد أمة اليوم على وجه الأرض كلها عيدها هو تشريع من الله تعالى إلا هذه الأمة المحمدية، فهكذا أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون أمة متميزة في عقيدتها وفي أنظمتها وفي عباداتها وفي شريعتها وفي شعائرها وفي أعيادها. ويوم الفطر هو يوم التكبير، قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، يوم عيد الفطر هو كذلك يوم التزاور، يوم تلتقي فيه الأسر مع بعضها بعضا، يوم يتواصل فيه الأقارب والأرحام، ويتزاور فيه الأحباب والأصدقاء. وأعظم الصلة في هذا اليوم صلة الوالدين والبر بهما ومجالستهما. ولعظم صلة الرحم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، حقو يعني إزار، فقال له: مه؟ قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. يوم عيد الفطر هو يوم التصافي والتسامح، لأن قلب المؤمن ليس بالقلب الحاقد، بل المؤمن صاحب قلب تقي نقي لا غل فيه ولا حسد، وصاحب نفس طيبة صافية تغفر وتتجاوز وتتكرم وتتصافى وتتسامح. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يوم عيد الفطر هو يوم التوسعة والسرور، ففي يوم العيد يستحب التوسعة على الأهل بالطعام والشراب وباللعب المباح والمرح والمشروع. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الإيمان يا عباد الله هو ضرورة للعبد، فلا راحة له بلا إيمان، ولا طمأنينة لقلبه إلا بالإيمان. ولذا كانت ضرورة الإيمان للعبد أول الضرورات. بالإيمان يسكن قلبه وتسعد نفسه ويزداد فرحه ويتلاشى حزنه ويزول همه وغمه ويجد طعم الحياة. بالإيمان يستطيع المسلم أن يواجه أعباء الحياة ومشاكلها ومصاعبها، فينام حين ينام قرير العين ويسعى لكدحه متسلحا بإيمانه. بالإيمان يعرف العبد بدايته ونهايته ويتيقن رجوعه إلى ربه، إن إلى ربك الرجعى. وبالإيمان يعلم العبد طريق البشر ومصيرهم، فيختار أي الطريقين وأي المصيرين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وبالإيمان يعلم العبد أن الأجل والرزق مكتوبان مقدران، لا يملكهما أحد إلا الله، فلا يشغل باله بهما ولا يهتم لأجلهما، لعلمه أن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وبالإيمان يعمل العبد لآخرته
لأنها دار القرار والبقاء، ويعمل لدنياه ما يبلغه آخرته لعلمه أنها دار بلاء وفناء. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وبالإيمان يثبت العبد أمام فتن السراء والضراء، فلا يغتر بسراء أصابته ولا ييأس من ضراء حاقت به، لعلمه أن الفتن والمحن ابتلاء من الله تعالى للعبد ليجزى على حسن التصرف فيها أعظم الجزاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، لقد مر علينا ما يزيد على السنتين عشنا فيهما الخوف الشديد، وعشنا الحرمان في جائحة كورونا. نقصت الأرزاق، وكثرت الأمراض، وكثرت الوفيات، وحرمنا من نعم عظيمة كنا نتقلب فيها من غير أن نشعر بقيمتها ولا نلقي لها بالا. واليوم ولله الحمد والفضل والمنة، زالت تلك الأحوال، وانقشعت الغيوم، ورفعت الأمراض، ودرت الأرزاق، ورجعت الحياة إلى سابق عهدها. وما كان هذا ليكون لولا فضل الله تعالى ولطفه، فهو الرحيم بعباده. أنزل عليهم البلاء ليختبرهم، ثم رفعه عنهم بعد أن محص ما في قلوبهم، وغفر ذنوبهم، ورفع درجاتهم، وكفر عنهم سيئاتهم فضلا منه ورحمة. وإن من أعظم من الله على الناس في هذه المحنة ما من عليهم من رجوعهم إلى مساجدهم بعد أن حرموا منها برهة من الزمن، وكذلك عادوا تدريجيا للتقارب بعد التباعد، ثم سمح لهم بأداء العمرة فهبوا إليها مسرعين. وأنتم رأيتم بأم أعينكم الأعداد العظيمة التي وفدت على إلى بيت الله من أقطار الأرض. ألا ترون مساجد الله كيف عمرت بعد أن هجرت؟ ألا ترون كيف عادت الحياة للناس ودرت عليهم أرزاقهم بعد أن خسروا كثيرا منها؟ فيا لها من نعمة يعجز المسلم عن شكرها. ووالله إن من شكرها القيام بحقوق الله المنعم المتفضل بذلك. فبالشكر تدوم النعم، ولا تغفلوا عن ذلك فتنسوا ما ذكرتم به، فيحل بكم أعظم ما مر بكم. فالنعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الناس، دين الإسلام دين أنزله الله تعالى ليبقى، فهو هداية الله تعالى لخلقه، وهو منحته وهبته لعباده، وهو كلمته ووحيه لرسله. كتب الله تعالى بقاءه وانتصاره لإنقاذ البشرية من شقائها، وهدايتها من ضلالها، وتبصيرها من عماها. ولن تقدر قوى الشر والطغيان على محو الإسلام وإنهاء وجوده، ولا على وقف تمدده وانتشاره، ولا على إخراج الناس من وحل القنوات والفضائيات والإنترنت. أصبح أبناؤنا وبناتنا ونساؤنا في خطر عظيم. عجت الدنيا بآفاق واسعة من وسائل الرؤية والسماع والحديث والاستماع. عظم الحمل عليك أيها المربي، فاجتهدوا أيها المسلمون بتحصين هؤلاء الفلذات من البنين والبنات من مخاطر وسائل التواصل والإنترنت، ففيها مزائغ ومزالق ذات اليمين وذات الشمال. قد تزيد الشاب المفرط تفريطا، وقد تزيد المفرط إفراطا. فكلما عظمت الفتنة وكبرت أبوابها وجب الحذر، ووجب أن يوكل بكل باب من أبوابها واسع من الدين والقيم والأخلاق. فدعوات الرذيلة والعمل الساقط المنبوذ والسفور والفجور عم بلاؤها واستفحل داؤها. فلاحظوا أبناءكم وكونوا عينا ترقبهم، بل كونوا لهم أصدقاء يبثون لكم همومهم ويشكون إليكم مشاكلهم، بدلا من أن يكونوا فرائس المتربصين.
وصيد المغردين، فحبائل الشيطان منصوبة ونار الفتنة مبثوتة، فكونوا على ثغور الأمة حراسا يقظين، وليس أعظم بعد ثغور الأرض والوطن من ثغور شباب الأمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها المسلمون، للمسجد الأقصى شأن عظيم، ولقصة الإسراء خبر خاص وسورة تتلى في قلب مصحفنا الكريم. فقد وصف القرآن الكريم بيت المقدس ومسجده بالبركة، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال تعالى على لسان موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. المسجد الأقصى هو ثاني مسجد بني في الأرض. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قيل: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلي فإن الفضل فيه. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أفتنا في بيت المقدس. فقال: أرض المنشر والمحشر، ائتوه فصلوا فإن صلاة فيه كألف فيما سواه. أيها المسلمون، إن شأن القدس شأن المسلمين كلهم، فلكل مسلم حق في الأرض المباركة يقابله واجب النصرة بكل صوره وأشكاله. فقضية فلسطين لا تنفصل عن قضية الإسلام البتة، فهي تفدى بالأرواح والمهج. وإذا ضعف الإسلام في النفوس ضعفت معه روابط الحقوق الإسلامية، وإذا ترسخ الإيمان وسادت الشريعة فستحيا كل القضايا وسيتحقق كل مطلوب بإذن الله تعالى. فاللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واخذل منخذ المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ما تاب تائب واستغفر، الله أكبر ما تلا قارئ القرآن وتدبر، الله أكبر ما فاح ذكر الله بالألسن وتعطر، الله أكبر ما وصل مؤمن رحمه وتذكر، الله أكبر ما تجدد العيد بيننا وتكرر. فالحمد لله أولا وآخرا، والشكر له باطنا وظاهرا، خلق فسوى وقدر فهدى، لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب، طاعته أفضل مكتسب وتقواه أعلى نسب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من عقابه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الناس عملا في ذهابه وإيابه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فاتقوا الله ربكم عباد الله، واهنأوا بعيدكم، وأصلحوا ذات بينكم، تسامحوا وتصافحوا وتجملوا وافرحوا والبسوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تبذروا، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. العيد أيها المسلمون فرحة وبهجة وبذل وعطاء وسخاء، فمن أحب أن يسامح فليسامح، ومن أحب أن يقبل فليتجمل وليتحمل، ومن زاد حبه لنفسه ازداد كره الناس له، ومن تكبر دفع ومن تواضع رفع، والمؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. لا يسعد بالعيد من عق والديه أو قطع رحمه أو حسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. وليس العيد لخائن أو غشاش أو ساعي بالفساد أو متربص بالعباد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيتها المسلمات، أنتن الأمهات
والزوجات والأخوات والبنات، تلدنا الرجال وتربينا الأبطال وتخرجنا الأجيال. فاتقين الله ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أطعنا الآباء والأزواج واحذرنا الخصام واللجاج. لا تجحدن نعمة الله عليكن بالتبرج والسفور أو بفعل ما يدعو إليه أهل الفسق والفجور. قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. احفظن الفروج ولا تكثرن الخروج. أقمن الصلاة وآتين الزكاة. تصدقن وأكثرن الاستغفار واتقين بذلك من عذاب النار. أيها المسلمون، إن من مظاهر الإحسان بعد رمضان استدامة العبد العمل الصالح واستقامته على الطاعة وإتباع الحسنة الحسنة. وقد ندبنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نتبع رمضان بست من شوال، فمن فعل فكأنما صام الدهر كله. فاللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لكل طاعة، اللهم وفقنا للخير وأعنا عليه، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولانا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر وسوء ما قضيت، فإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وانصر اللهم من قلبته أمر عبادك وبسطت حكمه في أرضك وبلادك، عبدك الخاضع لعز سلطانك أمير المؤمنين محمد السادس. اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وأيده يا ربنا ببطانة صالحة مصلحة تدله على الخير وتعينه عليه. واحفظه في ولي عهده مولاي الحسن، وأنبته وأبناء المسلمين نباتا حسنا. اللهم إنا نسألك الأمن في البلد، اللهم إنا نسألك الأمن في البلد، والعافية في الجسد، والصلاح في الولد. اللهم من أراد بنا وبديننا وبأمتنا وببلدنا خيرا فوفقه واجعل الخير على يديه، ومن أراد بنا وبديننا وبأمتنا وببلدنا شرا فخذله وسلط عليه رزقك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم فرج كربات المكروبين، اللهم فرج كربات المكروبين، ونفس عن المعسرين، وأد الدين عن المدينين، واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف كل مريض من أمة محمد. اللهم اجعل أبناءنا من البررة، اللهم اجعل أبناءنا من الصالحين، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم افتح عليهم فتحا مبينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وتجمع بها كلمتنا، وتوحد بها صفنا، وتكبت بها عدونا، وتدحر بها شانئنا، وتطفئ بها نار الفتن ما ظهر وما بطن. يا ربي نتوجه إليك ونتوسل إليك ونرفع أكف الضراعة إليك. يا ربنا لا تدع لنا في مصلانا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا دين إلا قضيته، ولا صعبا إلا يسرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة بشرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على ملاذ الورى وشفع المخلوقات في الموقف العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم
إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وعيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بألف خير. Продолжение следует...